لوقوف أكثر حول التفاصيل وأيضا تطورات الصفقة وكل موضوع المفاوضات، ينضم إلي هنا السيد داني أيلون سفير إسرائيلي سابق، مرحبا بك. دعني أبدأ معك. أولا، الوفد الإسرائيلي في قطر، ما هي أهمية هذا اللقاء وأيضا كيف يمكن قراءة الترتيبات المستقبلية بعد هذا اللقاء؟ כן, קודם כל החשיבות של ولن أهمية اللقاء ولكن قبل ذلك أريد أن أقول لكل المشاهدين رمضان كريم سواء سحل بعد أسبوع ونصف. أهمية اللقاء تكمن في أنه يواصل العملية. العملية لم تنقطع بعد أن كانت لقاءات في باريس وتقرر مسار معين. في قطر سيتحدثون عن التفاصيل الفنية، يعني النسبة بين كم من الأسرى مقابل كل مخطوف من ناحية وأي نوعية من الأسرى. هذه الأمور التي ستبحث هناك. هناك أمر آخر قاله نتنياهو اليوم علنا، بأنه يقترح أن يطرد أو يهجر قسم من الأسرى إلى الخارج. كان هذا في السابق ليس جديدا، ولكن علينا أن نسمع ما هو رد حماس والوسطاء. ألا ترى بأن في كل مرة يعني نتنياهو يرفع من سقف المطالب ويعني يضع شروط جديدة، هذا من شأن أن يعرقل في نهاية المطاف يعني مسار التفاوض والتقدم بمسار المفاوضات بين الأطراف؟ ربما نتنياهو موجود تحت، كنت أقول، ضغط سياسي كبير جدا، وخاصة من قبل بن غفير وسموتريتش وفي الرأي العام. ونتنياهو يعرف كيف يجري استطلاعات، يفهم فيها ويقوم بها كل يوم، وهو يفهم أنه بالرأي العام الإسرائيلي لا يوجد أغلبية لأي صفقة، يعني لذلك هو حذر بهذا الموضوع ويحاول توسيع الغلاف، وهو يعرف أن حماس موجود أيضا تحت ضغوطات بسبب استمرار العملية العسكرية. دعنا نتحول إلى يعني قضية أخرى لا تقل أهمية، قضية المساعدات الإنسانية. يعني على الرغم من تصويت الحكومة الليلة والكابينت الأمني على قضية إدخال المساعدات، هناك تحذيرات دولية أممية من شتى الأقطاب من هذه القضية. ألا ترى بأن هذه المسألة قد تنعكس سلبا على إسرائيل خلال الفترة القريبة؟ بالتأكيد هذا يمكن أن يؤثر، ولكن ليس هذا هو أهم الأمور التي ستؤثر. ما سيؤثر أكثر أولا من ناحية نتنياهو هو نجاة وبقاء حكومته، وطبعا المصالح الأمنية. ليس فقط نتنياهو يريد عملية في رفح، أيضا غانتس وإيزنكوت وبن غفير وسموتريتش. طبعا بن غفير مثلا قال اليوم أن العملية في رفح هذه خط أحمر، يعني إن لم يكن هناك عملية في رفح فبن غفير سيخرج من الحكومة ويسقط نتنياهو. وكذلك في الجمهور، في أوساط الجمهور هناك دعما لهذه القضية. ولكن ما هو المبرر الذي يطرحونه من مصادر إسرائيلية؟ يقولون هل ليس من الصحيح الضغط السياسي على حماس؟ يعني لحماس أيضا مسؤولية بعد 7 أكتوبر، وعليه أن يكون مسؤولا عن معاناة الغزيين. المعاناة صحيح جاء بسبب وتسبب بسبب عملية الجيش الإسرائيلي، والحل هو ولكنهم مسؤولون مع ذلك لأنهم بدأوا الهجمة. وإذا وافقت حماس الخروج من غزة فستتوقف العملية ويكون هذا لمصلحة الجميع. الإسرائيليين يقولوا اضغطوا على حماس لكي يكون مهما لهم حياة الناس في غزة. لا يمكن أن يكون لإسرائيل اهتماما بحياة الناس أكثر من حماس. سيد يعني دان، أولا
دعنا نتحول إلى قضية لا تقل أهمية اليوم، قضية استقالة دكتور محمد جتيه من رئاسة الحكومة الفلسطينية. هل هذه الخطوة تعني البدء بتنفيذ الخطة الأمريكية البريطانية المقترحة فعليا لمسألة ما بعد غزة بعد الحرب وأيضا تنظيم صفوف الفلسطينيين؟ إن سفك لا شك أن هذه خطوة ضرورية باتجاه الخطة الأمريكية. لست متأكدا أن الأمر لم ينسق مع الأمريكان الأردنيون والمصريون، ولكنه لا يكفي، لأن الموقف الإسرائيلي يقول أنه ليس المطلوب خطوة تجميلية، يعني ليس هذا المهم تغيير الشخصيات، المهم هو الثقافة السياسية الجديدة. بايدن وبلينكين تحدثا عن سلطة جديدة، سلطة فلسطينية جديدة أو محسنة، القصد أن تستطيع السيطرة أولا بشكل شرعي وبدون فساد، والأهم بالنسبة لإسرائيل أن يتوقفوا عن موضوع الإرهاب ويحاربوا الإرهاب ويغيروا الكتب الدراسية. إذا كانت الولايات المتحدة معنية بثقافة سياسية أخرى جديدة كما تقول، السؤال يعني كيف ستفرض أيضا الإدارة الأمريكية ثقافة سياسية أيضا على الإسرائيليين، ومنهم تحديدا من نصفهم بالمتطرفين في اليمين؟ يعني هل قضية العقوبات هي جزء من هذه المخطة أو المعادلة التي يعني تقترحها الإدارة الأمريكية؟ بإخلاقه يش بايا اكيد هناك مشكله من ناحيه التركيبه، ايضا تركيبه الائتلاف في البلاد هذه تركيبه فيها اشكاليه من ناحيه الامريكان ايضا. ما يقوم به الامريكان وقد فعلوا وسيستمرون بفعله هو ضغط من ناحيه على نتنياهو ليقيل بن غفير وسموتريتش، ومن ناحيه ثانيه الضغط على لبيد لينضم الى الحكومه. ان كنت تذكر في الزيارات الاخيره التي قام فيها بلينكين، هو لم يلتقي فقط مع نتنياهو، التقى مع غانتس ولبيد ايضا. يعني هناك توازن يريد ان يحضر من خلاله الامريكان القاعده في اسرائيل. في نهاية المطاف من ضمن الخطة الأمريكية هي استقالة الحكومة، سلطة متجددة، إجراء انتخابات، ومن ثم المباشرة في مسألة يعني الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية. هل تقبل إسرائيل بهذه الفكرة؟ انتبه إلى أن نتنياهو وحكومته لم يلغوا هذه الفكرة. ماذا قالوا؟ قالوا نحن لن نقبل ضغطا أو إجبارا لإسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية، يعني مفاوضات بدون شروط مسبقة. هذا موقف إسرائيلي سابق. من الصعب علي أن أصدق بأن الأمريكان يفكرون بهذا الاتجاه. أولا هذا رأيهم التقليدي أن لا يجبروا إسرائيل، وثانيا نحن بحاجة إلى قرار لمجلس الأمن، والأمريكان لا يريدون ذلك، يريدون أن يظلوا هم الوسطاء. هذه ورقة مهمة من ناحية السياسة الأمريكية وقوتها في الشرق الأوسط. لم يرغبوا دائما باللجنة الدولية ولا بنشاط من الأمم المتحدة، لذلك إسرائيل يمكن أن تكون مطمئنة من هذه الناحية، ولكن الأهم هو الرؤية. الرؤية هي الدولة الفلسطينية، دولتين، وهذا سيتم عن طريق المفاوضات. ماذا لو لم تقبل الحكومة الإسرائيلية بتشكيل وجه جديد يعني يضم لبيد وشخصيات أخرى، ولأنه يعني الجانب الفلسطيني يملي الشروط وينفذ؟ السؤال ماذا إذا رفضت؟ كيف ستتعامل واشنطن مع ذلك؟ أفترض أن الضغوطات ستكون قوية جدا على نتنياهو، وهذا ما يقوم به الأمريكان وقد بدأوا بذلك.
يفصلون بين نتنياهو وحكومته وبين الدولة. دولة إسرائيل يدعمونها باستمرار، لديهم علاقات جيدة بين الجيش الإسرائيلي والبنتاغون، هناك مصالح مشتركة كثيرة تكنولوجية ومعلوماتية والآخر، ولكن سيفصلون بين إسرائيل وبين الضفة الغربية، وهنا ستبدأ عقوبات على المستوطنين. السفير الإسرائيلي السابق، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.